يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما عمله من خير أو شر، ويراه مدونا في صحيفة أعماله. قال الدكتور النابلسي في تفسيره، يقول إن الشيء الثابت علميا أن الإنسان إذا تعرض للخطر أو شارف الخطر يعرض عليه شريط حياته فيراه عملا عملا، يعني في ثواني معدودة. ولا شك أن كل منا له أعمال، سواء كانت هذه الأعمال أعمال حسنة أو كانت أعمال سيئة، فكلها أعمال سريعة. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. فيذكر قصة، وما أكثر أشباهها وأمثالها في المجتمع. يقول كان يعني رجل يقود سيارته، فإذا به عند الإشارة توقف، وإذا به ينكب على مقود السيارة ومعه زوجته، فيسعف وينقل سريعا إلى المستشفى، كأن دخل يعني أحس بشيء طمه وبشيء حل عليه ودهاه. فأخذ وهو ينقل إلى المستشفى يقول ائتوني بآلة تسجيل، يريد يوصي، أحس كأن الموت يعني خلاص ستكون هذه القاضية التي ستقضي عليه. فبدأ في اعترافاته، قال اغتصبت الأرض الفلانية وهي لفلان، وأخذت المال الفلاني وهو بالحرام، وفعلت كذا وكذا، وأخذ يعدد ما فعله من سوء. فلما يعني أسعف وعولج إذا يعني يكتب الله تعالى له حياة أخرى، فقال أين شريط التسجيل؟ فسبحان الله، يعني وكأنه لم يعتبر، يريد يدمر كأنه لم يقل شيئا. وسبحان الله، هذا حالة الإنسان خاصا إذا كان بعيدا عن ربه تبارك وتعالى. وكما قلت كم هي القصص من أمثال هؤلاء، رجل يعني رجال تحضرهم الوفاة، وخاصة إن كانوا يعني من أهل الثراء وممن أتاهم الله تعالى الخير والنعمة، ولكن لا يؤدون حق الله تعالى فيها. فعندما يلم بهم ما يشعرون به أنهم سيغادرون الحياة يوصون، أوصي مثلا بربع مليون لبناء المسجد الفلاني، وأوصي بكذا ألف للأعمال الخيرية، وفعلا هذا ما وقع. فلما كتب الله تعالى لهم حياة أخرى إذا به يمزق تلك الوصية، وكأنه يعني خان عهد الله وما ألزم به نفسه. وتلك يعني التوبة التي كانت حاضرة في تلك الوقت إذا به ينكص على عقبيه ويرجع مرة أخرى أشد وأعتى، وتكون هذه له الإنذار الأخير. فإذا لم يرجع تأتيه الطامة، خلاص يأتيه الموت من دون بعد ذلك من دون مقدمات، لأنك أنت أعطيت وأرسلت إليك النذر فلم تعتبر، لم تعتبر. فإذا هذه مصيبة، هذه مصيبة. وكم من الأحوال يمر بها أحدنا، خاصة في أوقات الشدة أو المرض، فينوي في قلبه أن يتراجع عن كثير من القرارات ربما كانت المجحفة بحق الآخرين، أو من الأعمال التي فعلها فأكل بها مال الآخرين أو اعتدى عليهم، وإذا به يعني بعد ذلك يتراجع بعد أن يمن الله عز وجل عليه بالشفاء. وفي الحقيقة هذا إنذار لك، فإذا لم تعتبر من هذا المشهد وهذه الحالة التي مرت بك وتكون وترجع أحسن مما كنت عليه، فاعلم أن خاتمتك سيئة، وأنه سيختم لك بسوء. الإنسان جعل الله تعالى له هذه العبر وهذه الآيات حتى يرجع ويتذكر ويعتبر.